اثنين صعب قلك مطربين ابو وديع كانت مصيبة عم بتقول قلة مطربين ولا مغنيين قصدك؟ انا ما قلت شيء حتى لابسيني تقامي ما حكيت شيء سحبتها مبين ليه؟ ليه سحبتها؟ سحبتها وما ربحت بس نحن ربحنا وجودك حبيبتي شو بيطلع لي انا؟ ما بعرف ربحنا وجود الحبيب الحلوين ابو وديع قبل شوي ميكرو احسابي وحياة امي هيدي لالي ما نحن وانت واحد ابو وديع نحن وانت واحد اكيد ما بعرف عدوا واحد لا 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 لي 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 كل واحد احسبه كل واحد مسؤول لغليغه شوي لغليغه بعت لك لغليغ ان شاء الله لغلغه كم قلبي يا ابو وديع اشتي معنا غنيغه ولا منيحه؟ منيحه منيحه هي بوسه بصوت مش كاتم ابو وديع قبل شوي لما شفت الاولاد صغار عم بغنوا احكي على الميكرو لان هول اللي سمعتهم انا كثير حب يسمعون الناس حرام حرام ليه؟ يعني نحن الكبار يعني بالعمر انت بتاع قوية هاي نحن مش عم ننفذ بها جو شو بدكم فيه الحرام بتفرجوا استوديو تصوير وتربية خلي يروحوا على لونا بارك يروحوا يدرسوا طب بيحبوك شو بنعمل يعني؟ ها؟ بيحبوك جايين عبروا يغنوا غنية انت بس غنيتها كنت مثلهم كنت بغير حليسي انا بعمل بغني مثلهم خلاص ليه بنحس كنت جبت من الارشيف كنت بجيبه من الارشيف حرام طب بحبوك لايف هيك احلى شو؟ ستي يصطفلي شو انا اللي علي اقوله طب ابو وديع ليه بنحس دائما انه جواتك طفل اليوم عم بتعيشه؟ هل الفن لما سرقك من الطفوله بتحس انه اليوم عم ترجع تعيش الطفوله اللي ما عشتها قبل؟ مشان هيك عم تعود لك أثرون كثير هلا اكيد طفولتي ما عشتها مثل ما لازم اعيشها عشتها شقا وتعتير والباقي عذاب الله خلقني وهيك خلق لي بحياتي هالمسيره امشي فيها شكرا وكل انسان بهالحياه الله قسم له قسمته وطريقه وانا هيك طلع نصيبي الحمد لله طيب ابو وديع انا بعتذر على المصطلح اللي رح استعمله هلا بس بدي اقول لك انه ليه بتسرق الوقت تتهرب على كفرون؟ بسرق الوقت وبتهرب على كفرون يا ريت بعرف اسرق يا ريت بعرف اسرق سرقوا لي كل شيء سرقت قلوبهم انا ملزق فيه ما في يسرقوا مين هاو مين هاو مين هاو اللي سرقوك؟ نفس الناس اللي كنا عم نحكي عنهم انهم مش مخلصين بالحياه لك سرقونا راسنا مين سرقونا الاحساس اللي براسنا مين اللي سرق التلفزيونات الموسيقى اللي عم نسمعها الشوفات عم نشوفها الله تفضلي جي دبليو بلا معنى حدا شاف لوجو بالعالم جي دبليو بكفي يشوفوا شعر بيعرفوا انه عنك حذرت لا كثير تعبنا ابو وديع تعب خليني كفي خليني كفي تعبنا حبيت الموضوع هلا كنا بقى الله خلينا اياه سمون اسمر حبيبنا انت
بتوجه له تحيه حزر لي لانه تاب تاب اللي اكتفى ما بعرف او اقتنع. وصلنا كثير حتى التلفزيون كنا له كل احترام. نيو تي في تفضل. نيو تي في لانه كله جديد بجديد 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 بجديد. روح لنا شوي ما بنلحق ليه ما عم بتلحق؟ ما بنلحق نحفظ لوجو تبع شانل اللي بطلع بجديد ثاني مش مطرب. طيب بلكي مواهب جديده في طفره مواهب جديده. 20 شانل كلها اغاني 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 شو بدنا نحفظ لحظات. انت شو بتحضر ابو وديع؟ شو بتحضر؟ لانه الاغلبيه مش عاجبتك. هو ما في لي شو بحضر. على الهيئه رسوم متحركه. الهيئه رسوم متحركه. لا الجزيره برافو عليك. بس كمان طلع شيء 30 جزيره هلا. يعني عم نسال بس برضه بضل اسمع خبريه جديده. بس هدول اللي بغنوا مع احترامي لهم عم بحكي فنيا. نعم كل الناس على راسي بس في شيء اسمه احترام للفن بقى. كثير كثير يعني رضينا بالجيل اللي قبل هيدا. نعم حلو بيعرف شو عم بغني على قليله. مش عم كبر بعمري انا يعني. انا خلصت مدتي من زمان صرت اكسباير. اجت موجة مثل الجراد ما خلوا حدا لما خلوا حدا ما يعني صور مثلا مطلع شخص او مطرب او مطرب بدي ياخذ حفلته مثل ما باخذ انا مثلا. وانا ما في غله ما في غله سعري ليه؟ مش مصير بدي غله على الجمهور والجمهور معتر عايف حاله انا بدي اجيب يعني قله اخلاق مني اني غلي وبتطلع اقول اشهد ان لا اله الا الله. ايه هلك نعم. طيب ابو وديع جد شي لا يطاق يا عبد الله احكوا لكم كلمه ولا بس عم تقولوا ايه؟ لا والله صح صح لا لا كلامك منطقي 100%. ليلى ليلى بهدور حق. نعم ليلى بتغني حلو من يوم اللي كنت انا ارض المسخ بتغني مطرب كبير ليلى مش بوشها ست ليلى بجد انا مش عم امزح هلا كانت ليلى كانت فله فله تصوروا هلا السنتين لحتى بينت وانا كنت فاكر انه راحت والله العظيم فله من اهم اغاني ليلى مظبوط وليلى بتغني حلو. طيب معناتها ابو وديع حتى الموهبه الجيده قد ما تعتم عليها بدها تبين ولحالها بتبين قد ما يطلع مواهب جديده لو عم بتبين او عم بتضل. ليه في اسماء كل الواحد بده يغني انا بصير اغني بفلتو بجي الارض. طيب اجى بالارض اجى بالجوره اجى بالجوره احنا شو دخلنا طالع على الزراب بيطلع وطقت رابطنا. لا كثير 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 يا حبيبي. الله 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 استاذ عبد الله استاذ عبد الله ما بديني احكي حضرتك سنوات طويله كمان بالفن واليوم كمان يعني في كثير مواهب جديده منا الجيد منا اللي بيلمع لفتره وبينتهي. تعليق ابو وديع على هذا الموضوع كيف تشوف حضرتك كمان كفنان كمان لك تاريخ طويل زي شو برايك؟ انا الحقيقه انا في وجوده يضيع كلامي وكنت اقول عباره يعني يضيع احلى الكلام يضيع في وجود ابو وديع. عبد الله حبيبي انت انا بحكي شغله طلعت موجه مطربين ومطربات مسحوا احلام يعني ما بدي اقول اكثر من 10 كانوا منجمين وحلوين مسحوا لهم احلام حياتهم صاروا عم يحكوا حالهم اللي شو صار بيرك كانوا عم يطلبوا انا بطل حديد اقول لهم نحن هون. نعم ما حد شايف حدا والمليح اللي بعدين حكيتي معي الحمد لله رب العالمين تذكرتوني. لاني يا جمانه نعم خليكم معي اذا تركتوني بجيب الجوره. ما لي غيركم ها والله ما لي غيركم
بس فرداوية. طيب. النخ. نعم استاذ عبد الله تفضل. وجود الشركات. نعم. هو اللي ساهم الحقيقة في وجود الأنصاف المطربين أو قليلين يعني المواهب. نعم. لأنها مثل ما أنت عارفة شركة هدفها الكسب والخسارة في المجال المادي. نعم. وأحيانا يكون معه. أوكي لا أنا متابع مستمتع. لا تزل دخيلة. لا روح. أفلام سينما وراي عبصي. أنا مستمتع. أنا مستمتع يا أبو وديع أصلا لأن هاي الليلة ليلتك. والله يا أبا أحكوا عني أرجوك أرجوك. يا سيدي أرجوكم قولوا لها. نعم تفضل تفضل. كنت أقول لها يا أبو وديع خليك معايا. مش حشربك لو بطئ أنا شفريقي. تراني الحين بقول لهم عملوا اللزمة أبو وديع أبو وديع ولا خليه وحياة أبو وديع خلاص. أوكي هلا حبيبي أنت حبيبي. فكنت أقول لها وجود الشركات التجارية ساهم في إظهار أنصاف المطربين وأنصاف المواهب وكثر منهم. وعموما الشركات هدفها الكسب أو الخسارة في مجال التجارة مجال الأموال مجال الربح ولكن مش في مجال الفني. بس راح الصالح في عز الطالح يعني صحيح. لو كان واحد حلو مش حننتبه له. هذا صحيح. مش حنقدر ننتبه له يعني ما بخلونا نركز. والله أستاذ عبد الله كثير تضليل للمتلقي. تضليل صار للمتلقي حتى يعني ما عاد يعرف مين المطرب الكويس ومين المطرب المو كويس. تضليل صار فعلا. أبو وديع قليل يا عجوبة قليل. أنا عارف الواحد يحاول. في ست ليلى أنا عندي أهرف. تفضلي. في حاجة بيتهيالي إنه في شركات بيتهيالي مش قادرة تفهمها أو قادرة توصل لها يعني إن الصوت لوحده مش كفاية يعني. برأيي نجاح المطرب أو الحقيقة إنه الصوت في القلب. نعم. في الأحاسيس والمشاعر هي اللي بتغني. فإذا كانوا دول ما يكملوش إيه رأيك؟ لا دلوقتي في بتفتح حنفية فبتلاقي 100 مطرب كل يوم. أنا ما بلحقش أفهمهم. أيوة دلوقتي بقى الدوش صح؟ إيه بقى الدوش الأول حنفية صح؟ فطبعا الموضوع موضوع كبير صعب إنك تحفظي الضمير لو فنان ما يخافش من حد في الدنيا يحكي ضميره وخلاص. أبزاب مفروض بعدين انا عايز احفظ برضو عايز اسمع وتعجبني غنوه مره يعني احسها وتوصلني يعني مش غنوه عابره عدت خلاص انتهى الموضوع. تحسينا صار زي ملء. طيب. ملء يعني الماده اعلاميه صار مش فن صار. طيب جواد ببرامج الهوات الغناء لاغنيات نعم. ابو وديع تعتبر اختبار مش سهل ابدا طبعا. هل ممكن يوم ومسموح انه اغنيه دار بانيه تتقارن بمسيرة فنان 30 سنة بغني؟ لا طبعا. لا طب بس غياب حتى الإعلام ما عم فعلا يعني ممكن أغنية ضربة ممكن يقارنوها بأغنية من 30-40 سنة زي ما قلت كلنا احنا نعاني من هالشيء بس ما نقدر نتكلم يعني ايش نقدر نسوي. الموضوع كبير يعني ممكن الحين بهاللحظات هذه بهالقعدة نقدر حبيب. نوصل للجمهور قد ما طلع ناس عم عمل لك بتركوه ما يجي بجورة يلي عنده أساس ويلي عامل طيب عامل أرشيف طويل عريض وعمر معنيته أبو وديع أنه الموهبة اللي صادقة هي الباقية. الموهبة الصادقة هي ليش الباقية. ليش ما طلعش على التلفزيون مش هي؟ صح. أوكي أنا يمكن ثالث مرة بتكلم في عمري كله صح. ما أنا ما بعرف أحكي. مين قال؟ يا صوتي وقت ما بينفهم إن شاء الله عم ينفهم عم ينفهم يا خريستو. واضح 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 لا عم صوتك فاضي لا بجد انا احكي الضمير انا عندي ثقه بنفسي عمياء يعني ولا مطلع واحد في 40 بكل تواضع مش شو وقت نقول العرب صح هيدي ثقه الناس بس واحد يوصل لها خلص صحيح برضو عندي احساس يمكن ما قليل تحصل عن هذا بوديع مطلق شخص بغني حلو بقدره من كل قلبي صحيح. والله العظيم جواد علي عنده غنوة بتبكي
يجيلك يوم تندم على ما سويت واقول منك لله. بتعرف ليه منك لله؟ عشان ما عاد عملت غيرها. عملنا شيء حلو. حاضر صوت حلو وقريب على القلب. ايه هذا بيقهر. هي المسؤولية علينا. المسؤولية علينا. المسؤولية علينا جد. احنا الفنانين اللي بنغني كويس والاساتذه بعد لازم احنا نشد بعد ما نتساهل. اعتقد هو الحل الوحيد ان يعني احنا مش نكتب. لازم يصير احباط. ايه صح صحيح. مين هذول طالعين بالضبط فنيا؟ بعد يفهم كان يبغى شيء فنيا طبعا. هديك رزق الله. الله كتلهم رزقه. الله يرزقهم. صحيح نعم. بس فن ما في دورمي فاصوليا. صح والله صادق أبو وديع. ليه ما بتسمي أسماء طيب؟ ها؟ ليه ما بتسمي؟ ما بنخلص. مين عايشبك؟ عشان نحكي شيء. هيسمي مين عايشبك؟ سمي مين اللي عاجبينك إليه؟ سمي مين ولا مين؟ وأقسم بالله وأقسم بالله وأقسم بالمرحلة اللي قلب الطقة. بالضبط. شو بتقول؟ هلا بقول جمع جيبك طلعوا واحد يجاوبني. بروح بدي أضربه. يعني بس ولا مرة شفناك جاوبت على اللي جاوب عليك. لك يا أختي ليش؟ لك واحد خلص واحد خدسي كده أحسن. أظن في نسبة كبيرة كتير من الجمهور صارت تعرف الحلو من المش حلو، الأصيل من المنو أصيل. وفي كل إنسان كل إنسان بينجح وبيستمر بنجاحه مش على عبس. ما زال جبت سيرة الناس. بس واحد تقع له غنية يقع له كساب بغير موديل شعره. إيه بغير موديل تيابه بعرض له إشاط. بصير يرقص بصير يدق على البيانو الصوت من فوق سبرانو. أنا كيف هو عم يدق بيس من تحت. كيف بصورها كيف ضد اللوك أنت أبو وديع؟ يعني بتلاقيه قاعد على البيانو البوزيشن تبعه مش مظبوط. طبعا مين عم يضحك؟ مشان عنده شيء بدي اقول لك اياه ابو وديع. بيضحك على نفسه؟ واحنا مالنا يا اخوي. جمانة طالما ابو وديع قال لك انه لو بتطقي مش رح يسمي. بس انا ما طقيت وسمى. خلينا احنا نسمي. هلا انا البيانو حسيت هلا هذه الحلقة لا 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 الحلقة فيها ما فينا نسمي. ما يجيب سيرة ولا حدا. شو بدنا بقى نضيع وقت؟ حضرتك مرجعية بالفن يعني. بس مرجعية ولا الفن وينك وينك انت بالنسبة لإلك. بس بالنسبة لإلنا انا عابر سبيل. نحن بنقدر تواضعك ابو وديع. مش تواضع هيدي حقيقتي يا ننبسط كثير. نحن بنحب الحقيقة هيدي في الحلقة. بس خلوني يسمعوا مين هو اللي بدنا نسميه. واذا ما بيسمعوا بنحكيهم هيدي. شو جمانة طب الاخبار اللي بحطوا يوسف يسمعوا كلهم يقولون بالاخبار كلهم بيسمعوا. احنا الزملاء اعملوا هيدي تبع اخبار فنيه تحت. ما تحكوا عن ايه عن احكوا شو جمانة احكوا بهيدي اللغه. حكم القوي على الضعيف. هلا يعني حكم القوي على الضعيف. ليه ما بدك تسمي ابو وديع؟ بدي اسمي. سمي بسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف معك. أعوذ بالله من هذا الزمن الرديء فنيا. أبو وديع خلينا نشوف غفرانك يا رب. جودوا علينا يا جواد إن شاء الله يا رب. أبو وديع رح نشوف نحن وضيوفنا حالة الناس. شو حالة الناس؟ مش بس اللي معنا هون باستوديو. بتعرف كيف كانت شوارع بيروت قبل بساعة من ما نبلش؟ معلش هلا شو بدك وصوف شو بدك بحالة. خلينا نكفي موضوع كثير مهم. طيب يعني وقت اللي بنقول لك سمي ما بتسمي حتى نرجع للموضوع. خلي كفي هون بدنا نوصل لقناعة انه للقيمين على المواضيع هذه الفنية شوي يرحمونا. مثلا بلبنان. لبنان حلو. لبنان مين ما قلت لبنان بتخيل كل شيء فيه حضارة وثقافة وفن مظبوط؟ نعم. طيب يفترض يكون في نقابة تمسك رقبتهم كلهم من نيوجورك. هذا الحل الصحيح. يمنع منع مبتر حد يغني اذا ما معه اذا ما انه اهل يغني. نعم. شو والله انا فستاني حلو بغني يعني الرقابه والحلاق تبعي شاطر بطلع بغني وبعمل بادي بيلدينج بطلع بغني. ابو وديع رقابه مغيبه بتعتبرها؟ ها؟ الرقابة مغيبة بس الفيديو كليب عم يفرض حاله. نقابة فنانين يمنع منع مبتر لاي شخص يطلع على
هذه الشاشه الى احترام بالضبط. قالوا لي تعال انا سبورت، لا انا بلبس جرافات وهلا بحترس الليفه تعبان، بس احتراما للناس وللشاشه الى احترام. هيدي لرامي مش مزحه، هاي هيدي مالنا لعبه. يا صوري كمان حاطه اجرى اجرى، وقت بيطلع واحد حاط صوري اجرى اجرى بوش الشاشه كيف؟ نحن قاعدين بالبيت شو دخلنا؟ استغفر الله العظيم، حاجه خلقت الله ما بصير. لازم يكون في نقابة فنانين هي القيمة على كل هالشيء. تعتبر الرقابة ممكن تقلص هالأفواج اللي جاية من إذا ما في نقابة وين رقابة؟ بدك نقابة وبدك ناس تفهم تصنف. أبو وديع بس بالإذن منك، عم نحكي إنه وحدة بدها تغني بخصرة والثاني بده يغني بأصابيعه، طيب هودي ما بيقدروا يغنوا إذا ما في شركات، إذا ما في شركات، في شركات إنتاج بتمولهم. قد ما الواحد يحب انه يغني اذا ما عنده انتاج ما بعرف، انا بعرف واحد. أم شو هويتك مثلا؟ لبناني؟ لبناني. اذا ما معك اذن من نقابه الفنانين بلبنان وغنيت برا بعمل لك بنالتي، حبس، شنق، خنق، ما بعرف. في انا 100 حل يا نشان. نعم. طيب وشركات الانتاج شو دورها؟ حضرتك تنتمي الى اكبر شركه انتاج بالوطن العربي اللي هي روتانا. الله عليكم ان شاء الله كل ايامكم خير وعيان ان شاء الله. كان في حفلتين حط بعض ثلاثه هيك قالوا لي، بس قالوا لي مزبوط اكيد ناس. مين في؟ اثنين مطربات وثلاثه مطربين. مطربات ولا مغنيات ولا بتوع سنه؟ الله. ومطرب عظيم واثنين مطربات ومطرب قديم وعنده اغاني وله اسم مش عظيم. خلصوا البنات هون فاتوا تفرجوا على هدول البنات، لا حدا شاف هذا المطرب ولا حدا شاف هذا المطرب. أبو وديع عم تحكي عن حفلات راس السنة؟ ما بعرف حفلات ما رأوا السنة ببيروت. يمكن هون أنا أول مرة مشينا هون، حتى على البروفا ما جيت. بعدين وقت اللي خلصوا راحوا صوروا باب المحلات. يلا أنا بروح أوقات معهم تتسلق يا باشا، بس ما بلعب بفني ولا بلعب باسمي ابدا ولا بستهوي بجمهوري ولا باي شكل. طيب ابو وديع هول اللي عم نسميهم اللي ما سميناهم بس اللي عم نقصدهم او اللي عم نقصدهم. احكوا عني. عم بلاقوا رواج عند الناس. شش. عم بلاقوا رواج عند الناس. طيب اغنياتهم مطلوبه اوقات لا؟ طيب انا بعتذر سحبت اللي حكيته. يا حبيبتي الناس اذا بتسمعيها حلو والله بتسمع بالضبط والله صار يفهم ما في شك. طب انا صورت غنية لسيرة الليل. سيرة الليل غنية عمرها مثلا 20 25 على الليل يلي لحالها 120 الله يرحمه رياض البندك. طب غنية طويلة 20 دقيقة. نعم. الشركة مدير روتانا خينا سالم قال طويلة أبو وديع. قلت يا أخي طويلة ولا صراع مسؤوليتي، أنا أغنية حاس فيها. نعم. وبحبها. وبدي أنزلها. نزلتها والحمد لله نجحت بعتقد ما بعرف إذا مثل ما سمعت إنه نجحت. طبعاً طبعاً. طب ليه سمعوا سيرة الليل؟ ها؟ حتى صورت تكريم عطشنا فينا نعطش فيها أنا وطوني ما بعرف صار 12 دقيقة. 12 دقيقة. برضو ونص. دقيق دقيق برضه بيشوفوها للاخر وما فيها شيء. فيها الوجه المعتر، قال له الاسود، في شيء يعني صورناها. انا حاس فيها الغنيه والناس حبتها. طيب ليه حبوها؟ انه الناس ما عندها ذوق. عندها ذوق الناس بالضبط، بس سمعوها حلو للناس لا يسمعوا. نرتقي بذوق الجمهور احنا. ميكرو اميرنا. بس انا بتصور حتى لو حدا تاني صوته حلو ما في عنده هالكاريزما دقيقه ما بنتحمله. لحظه في غيري عم غني اغنيه. كاظم غني قصائد بس يعني قصائد كمان جمهور بمل. انا دخيه ابو وسام يعني هو بعد عن جمهور الشعبي هو اهم شيء اللي بغني عم ينجح. ابو وديع لاحظت انك سميت ابو وسام. سميته ابو وسام حبيبي. بتسمي اللي بتحبهم بس يمكن بتسمي بس اللي بتحبهم.
كم واحد بتحب؟ كم واحد بتحب؟ والله أقسم لا ما عندي في الدنيا حد بكرهه. كم شخص؟ كم فنان؟ فنان شو بدك فنان؟ بحب الفنان. أعطيني فنان أحبه دغري. وحب العيلة بتاعته كمان. كل واحد يخصه أحبه، الفنان حلو حلو. أبو وسام فنان حلو. فينا نقول لا؟ صح والله. عظيم. مع انه اصحابنا وياه هلا يا متفكرين شو بدي فيك يا شخص شو بيك انت وياه لي؟ انه مين مش على طول انه بنتروق بنتعشى بنتغدى بنظهر انا فكرت ان في مشكل ترى مش كثير اصحاب يعني رياضة. بس انه ما في مشكل بدون مشكل بطل يحكي معي ليه؟ سرقت له العود هاي اعتراف بسرقها هلا هلا بعدك عم تقول لي ما بتعرف تسرق يا ريت بعرف اسرق كيف سرقت له العود؟ معلش يا صاحبي حبيبي سرق لي عودي فارس الأغاني بأرشيف الوصوف البلديات يعتبروا إذا فينا نقول يعني بداية مهمة لأي صوت بغني بلدي أو موهبة جديدة من موال حصبية أنا مسافر يا أمي ودعيني وغيرها ودبنا على غيابك وهو الأغاني قدي بتحس أنتو كجيل جديد وجيل شباب وخاصة أنت معني كتير باللون البلدي قدي بتحس هالبلديات تعتبر أصول بالمغنى أول شيء شو مغنى أبو وديع أصول معلش كيف كيف أنا حبس لديك يوم شام عسي سألة أبو وديع لا خلنا كي شيء مفيد والله عظيم كيف نحن تعودنا على دخيل عينك انت خلي لي اقسم بالله دخيل عينك خلي لي يا صوتك حلو جبل شو بقى دبن دبن شام صومالي خرب لي طب بغني حلو والله بغني حلو طب ليش اهتموا بغيره ما اهتموا فيه يا سلام ما اهتمينا فيك ليه شاب مثل القمر واطول مني اطول مني لا ليه مني ما شاء الله ونفسيته حلوه خلي لي اياك يا رب ليه اهتموا بغيره؟ سوري وزويز بدي اقول ليه جمانة ليه؟ ما اهتموا بفارس كرم ليه؟ ليه ما اهتموا بمعاين؟ وعين شريف في احلى من هيك صوت؟ قولوا لي هلا ليه ما اهتموا بفارس؟ ما اهتموا ما انا مين مهتم فيك فارس؟ في مش مهتمين عم تحكي عن الفترة السابقة ابو وديع الزمان يعني؟ ايه هلا اصحى فكر حالك تقول لي علا يا صباح الخير هذا مع الأدم راح معنا يعني بحب باي باي فارس مين مهتم فيك؟ مهتموا فيه مهتموا يعني فيه كما يجب أنا بدي أحكي عنه أها بيأدب وديع نعم مهتموا فيه ليه برأيك؟ ما بعرف ليه برأيك أبو وديع؟ يمكن لراس يابس ما بيرقص لأنه عم يمكن ما يمكن ما بطخ راسه أنا ما بعرف عنه الصفات الحلوة بقولوا له عنه رجال وحبوبه متواضع واخلاقه حلوه هيدي شفتها انا صحيح. ما بصير شو فارس بس انا بعتبر بمجرد ما ابو وديع يحكي فيي يعني ماني ربحان جميلة حدا بقى يعني لازم 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 تربط هون هون محرمي محرمي بتلبس جينز مخزع انا بلبس مخزع بس مش على التي في وتحط جال بندنا شو؟ هوني تي بندنا مش العرايس بندنا اكسير هيك ابو وديع عم تحكي عن صوته والله حبدا بالوزعين بعد شوي ها قال لي بمحبه اللي من الكل يلا يلا هو جايك جايك الدور يلا هيك بنسمع وحياة عالم الصباح ايه بونجور حياتي شو اخباري؟ شو تروقتي اليوم؟ والله تروقت شو دخلنا نحن تروقتي ولا عمرك ما تتروقي؟ الو لحظة لحظة كفو شو رايك حبيبتي خبرونا شو رايك شو طالعين لك انت فرجونا حالكم خبرونا صبحيتك على عالم الصباح عرفنا او على روتانا كافيه او هيك يعني بتحضر على الصبحيه برامج روتانا كافيه مش الصبح بعد الظهر حلو متابعنا لا مش متابع لكن بتصورك انت انا بالاستوديو قالوا لي فوت مبسوطين فيك طيب شو معقول هيك فوت اعمل ايه مالي ليش لا ما انت ابو وديع يعني شو يعني استحيت
روتانا كافيه. يعني اللي بيسمعك ابو وديع بيقول كثير بتحب النظام، انت بتحب اوقات العبثيه انه تطلع دغري هيك فجاه عليهم على الهواء؟ شو فيها العبثيه؟ بس مش على التلفزيون. ليه؟ لانه بحترم حالي وبحترم يلي بيشوفوه للتلفزيون. يا سلام هذا الكلام، يا سلام. وانا انسان فوق الطبيعه بيمشي من تحت كثير 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 كثير. احنا بنعرفك. بتعرفي ليه؟ ما بعرف انا ليه. الله خلقني هيك. بس هون ما في مزح. ابو وديع عم تحكي عن صوت فارس، فارس رح يغني غنية من ارشيفك. تتوقع شو معقول يكون؟ لصور وحيد امي بعرف له اغاني، يقولي لابوكي وانا قاصد بريد. والله العظيم لحظة في شيء معلق فيه، معلش واقسم بالله ما بعرف غنية لحدا انا. خليني انا اغاني عم بقراهم، شفتوهم؟ فنان قلبك كبير. يخليلي اياك يا رب. طيب تتوقع شو اختار من ارشيفك فارس؟ شي من البلديات نوعا ما. شو ما غنى بقى؟ كيف بده يغني حلو؟ تفضل فارس.